نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، وشاهد بعض الناس عند السجود الامتداد الزائد، هل هذا وارد؟ لا، هذا من التكلف الذي حدث عند بعض الشباب والمتدينين على جهل، أحدثوا في الصلاة أشياء غير مشروعة، منها هذه المسألة، هو أنه يمد ظهره في السجود حتى ربما يضايق الصف الذي أمامه والصف الذي خلفه، يكون على هيئة المنبطح على بطن. هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان، والواجب السجود على سبعة أعظم كما في الحديث، ومد الظهر هذا تكلف وشاق على الإنسان ولا أصل له. وكذلك مما أحدثوه في الصلاة أنه إذا كان في الصف إنه يباعد بين رجليه ويفحج ما بين رجليه حتى يكون تحته فرجة يدخل من تحتها الغنم أو ما أشبه ذلك، ويحجز الصف عن من بجانبه ويضايق من بجانبه، لأن الذين بجانبه يتأذون من رجليه لأنه يضايقهم. هذا أمر لا أصل له، وفاعله يأثم ولا يؤجر، وهو من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. ومن ما أحدثوه أن أحدهم إذا كان قائما الصلاة فإنه يدلي رأسه على صدره، دلي رأسه على صدره حتى يصبح قريبا من الراكع. والمشروع أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده ولا يدلي رأسه بهذه الكيفية.